فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.